انا النهارده فقره مهمه جدا ومهمه لكل بيت مصري، وده جزء مهم قوي عايزين نتكلم فيه. معانا نرحب الاول بالدكتور هاني خليفه، استاذ مساعد حاسبات ومعلومات وخبير دولي في جرائم الانترنت. دكتور هاني، ازي حضرتك؟ صباح الفل عليك. صباح الفل يا دكتور، منورنا في قناه الحدث وبرنامج يسعد صباحكم. يعني خلينا نبدا الاول كده، يعني نتكلم عن التحول الرقمي عشان منه نروح لاماكن تانية ونتكلم عن الجرائم الالكترونيه. هو احنا عايزين نتكلم يا محمد عن التحول الرقمي للناس. طبعا كل الناس عارفه ايه هو التحول الرقمي، بس في ناس ما تعرفش تفصيلا ايه هو التحول الرقمي. هنبتدي ازاي؟ هنعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ هل كل الحكومات يعني خلاص بقت جاهزه اوريدي ان احنا نشتغل بالموضوع ده، ولا لسه قدامنا فتره؟ في ناس كتير ما تعرفش عنه حاجه، فعايزين تفصيلا نتكلم عن التحول الرقمي. طيب خلينا متفقين ان مصطلح التحول الرقمي والتجاره الالكترونيه دوت مصطلحين مترادفين مع بعض او مكملين لبعضهم البعض. خلينا اقول ان التحول الرقمي ده هو عباره عن ده العمليه اللي شغاله او العمليه المستمره بتقوم بها كافه المؤسسات سواء كانت حكوميه او خاصه لتواكب متطلبات عملائها، لتواكب متطلبات اسواقها. مستغله بذلك كل الامكانيات والقدرات الرقميه حتى ان هي تقدم خدمه الكترونيه مميزه. يمكن احنا شفنا ده بشكل جلي وبشكل فعال اذا ازمه كوفيد 19. كان الناس كلها قاعده بيوتها فترات اللي كان فيها الكورونا والكلام ده، الناس قاعده في بيوتها، ولكن عمليات الشراء والبيع كانت بتتم بشكل الكتروني. يمكن ده كله بيتوافق مع رؤيه مصر 2030 ازاي اقدر احول. ويمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان نادى بدوت قبل ازمه كورونا بضروره تحول، ضروره الاجراء كافه العمليات الاداريه بشكل الكتروني. وبالفعل سبحان الله فرضت علينا جائحه كورونا ضروره ان تتم كافه اجراءات البيع والشراء واستخلاص كافه الرسوم والمستندات الحكوميه بشكل رقمي. فالمصطلح المقابل للتحول الرقمي هو الحكومه الالكترونيه. خليني اقول لك ان موجز كده او تعريف للحكومه الالكترونيه اللي هي الحكومه، انا كحكومه بستغل امكانيات الانترنت، الربط بين كافه المؤسسات الحكوميه عندي. مش كده وبس، لا ده انا بقدر اربط كافه المؤسسات الحكوميه اللي تبعي مع المؤسسات الخاصه ومع جميع المواطنين في البلد. ده الحكومه الالكترونيه. هو هم 13 مبنى حكومي هم اللي حصل بينهم ربط الالياف الضوئيه ولا اكتر من كده؟ عايزين نعرف بس المعلومه. لا ده هي مؤخرا حصل ربط ما بين قصدي حضرتك في العاصمه الاداريه. بالظبط كده. هو الحقيقه كتوجه كويس جدا جدا من الدوله ساعه ان كل المدن الجديده تتم فيها الكابلات تكون الاوبتيكال فايبر. تمام. ما عادش بقى زمان كان يمكن مصر كلها او كان الانفراستراكشر بتاع التكنولوجيا الاتصالات عندنا كانت بتتم من خلال كابلات الكوكسايل او التوس الكبير. دلوقتي ما عادش الكلام ده. كل مدينه العالمين والعاصمه الاداريه الجديده والمنصوره الجديده، كل المدن الجديده الكابلات الالياف الضوئيه هي المستخدمه فيها الان، بجانب انه بيحصل فيه تعديل للانفراستراكشر في القاهره، في بعض الاماكن في القاهره، في المنصوره، في اسكندريه، الاماكن اللي هي اصلا معموله قديمة. فبيحصل فيه تغيير في البنيه التحتيه بتاعتها. كل دوت بيتوافق وبيتسق مع خدمه الفور جي والفايف جي اللي هتيجي ان شاء الله الفتره الجايه. طب معلش يا فندم، بس سؤال بس مهم يعني عشان الناس تتقرب الموضوع. انا كمواطن عادي يعني والدي اللي في الصعيد ولا والدتي اللي في البحيره ولا في اي مكان، هستفاد ايه من فكره التحول الرقمي؟ انا ايه الفايده اللي عايد عليا كمواطن بسيط يعني هو يوصل اي حاجه استفاد ايه؟ هقول لحضرتك على حاجه. اقرب مثال اللي كده، انت حضرتك مثلا هفترض ان والد حضرتك مثلا في محافظه ثانيه. تمام. انت عاوز تبعت له فلوس الوقت. انت ممكن تعمل له تحويل بنكي من الموبايل بتاعك لحسابه في ثانيه من غير ما اروح بنك ولا اي حاجه. وانا قاعد بفتح الموبايل بتاعي، بفتح رقم الحساب بتاعي، بخش عليه. والوقت كل البنوك عامله خدمه الموبايل ابلكيشن على الموبايلات. اقدر اخش على الحساب بتاعي واقدر اعمل ترانسفير لاي حساب انا عاوزه، كل ده وانا قاعد. بلاش، انا يمكن انا عاوز اقول لحضرتك قبل كده، يعني انا يعني قبل ما اجي لكم هنا انا فكرت اجي بالعربيه. لا، انا فكرت ان انا مثلا اجي باي وسيله نقل. فكرت اتصلت ببعض البرامج ببعض الانظمه، طبعا مش هقول ايه. تمام. واتصلت بيهم جو لي في المكان اللي انا عاوزه من خلال الجي بي اس، حددوا مكاني، جو لي انت عاوز تروح فين، مدينه الانتاج الاعلامي، وصلوني في المكان اللي انا عاوزه. وفي نفس التوقيت برضو هعمل نفس الاجراء. اذا وسيله المواصلات اللي انا بستدعيها من خلال موبايل. يعني كل ده عباره عن تحول رقمي. يعني الهدف هو التسهيل على الناس
ما بقاش في طوابير، ما بقاش في زحمه، ما بقاش في لود عليا ان انا لازم اروح المكان بنفسي، صح كده؟ والاخطر من كده كمان يمكن كتوجه للدوله ان احنا نقضي على الفساد. التحول الرقمي بشكل جلي مش بقى رشوه ودرج وحاجات بتتفتح وتتقفل والقصص دي، ما عادش بقى فكره الادراج المفتوحه دي. انا دلوقتي اقدر اقدم، اقدر اسدد فواتير، اقدر اخلص الكثير من الاجراءات من خلال الموبايل او من خلال اجهزه الكمبيوتر. حضرتك ده بداوا يفكروا كمان دلوقتي ان هم يخلصوا كثيرا من اجراءات التقاضي من خلال برضو من خلال اجهزه الحاسب الالي. حلو جدا. طب عايزين هنروح بقى لحضرتك، حضرتك طبعا خبير في جرائم الانترنت. هنتنقل سريعا كده للموضوع ده لانه بيشغل بال كتير. انا كاي شخص بيتفرج علي، عايزه امن موبايلي، اعمل ايه؟ اعرف ازاي انا مش متراقبه؟ اعرف ازاي ان التليفون ده سيف قوي بالنسبه لي؟